بسم الله الرحمن الرحيم. In today's lesson, we learn how to answer this optical problem. ببساطة جدا إن الإكزامينر ممكن في الشفوي أو في التحريري يرسم لك كروس كده عليه أرقام ويديك معطيات كده information, some information, ويقول لك write down the spectacle lens prescription. وممكن تيجي برضو في الريتن في امتحانات الـ MCQ بتاع الـ ICO أو FRCS, بس مش شرط يبقى مرسوم كروس, ممكن يبقى مكتوب, وهنعرف later on في next videos ازاي ممكن يبقى في صورة MCQ من غير ما نرسم كروس. ان شاء الله معاكم الدكتورة غادة, معنية ان انا اديكم شوية optics problems, يعني مسائل معتمدة على الأوبتكس, سواء قوانين الأوبتكس أو الحاجات اللي ممكن تيجي في الأوبتكس في صورة problem. ده إنموريشن بسيط للحاجات اللي إن شاء الله ناوي أكفر ليها في الفيوتشر, زي الريتينوسكوب كروس اللي أنا وريتهمكم من شوية. في مسائل بتيجي على الإيرورز أوف ريفراكشن والبريس بايوبيا, مسائل على الكومبوننتس بتاع الهايبرمتروبيا, في مسائل خاصة بالبريزم, ومسائل خاصة بالفيزيكال أوبتكس, وكذلك سبيكتكلز, كونتاكت لينسز, حساب الـ AC ratio, الماجنيفيكيشنز بتاع التلسكوبز والسبيكتكل لينسز وميرورز, عليها شوية مسائل, وفي حاجات ميسيلينيوس كده هنقولهم في الآخر. طيب إيه أهمية السلسلة بتاعة الأوبتكال بروبلمز دي؟ هتفيدنا في الإكزامز سواء ماسترز أو MD, لكن الأهم من ده في البراكتس. يعني أنت دكتور عيون أو سمولوجيست أكيد هتقابلك نظارة على الأتليست, يعني أو هتحتاج بعض الحاجات اللي ليها علاقة بالأوبتكس. بالإضافة أن أنت كدكتور بيبقى برضو من ضمن الرول بتاعتك أو الريسبونسبيلتيز أنت بتعلم الأصغر منك اللي ممكن يسألك سؤال في الأوبتكس وكده. زي ما بنقول دايما, إذا كان اللي بيشوفني ماسترز ولسه بيذاكر الأوبتكس لأول مرة, فلازم يذاكر الموضوع. ما ينفعش نجيب كتاب MCQ ونبتدي نحل MCQ وانا ما عنديش فكره عن الريتينوسكوبي مثلا. لازم اكون ذاكره الريتينوسكوبي whatever the source, وببتدي احل بعد كده عليه MCQ, لان MCQ بتثبت المعلومه وبتشوفك فعلا اذا كنت فاهم موضوع وتقدر تحل عليه مسائل. فانت لو داخل امتحان MCQ ما ينفعش تذاكره وانت تدخل الامتحان وانت مذاكر بس النظري الموضوع, لازم تكون اتدربت على MCQ, لان MCQ بتيجي في نقط صغيره كده وانت ما بتكونش واخد بالك ان وانت بتذاكر, خصوصا ان المذكرات والكتب ممكن بعض الكتب بتبقى شرح الموضوع ومش جايبه اكزامبل على بروبلمز او ازاي يبقى في مساله على القانون ده. لكن في الناس اللي هم الدكتوراه او اللي هم ذاكروا الاوبتكس قبل كده وشويه نسيو, ممكن يبتدي يذاكروا MCQ على طول, ولو لاحظوا ان هم مش عارفين يفهموا او MCQ يرجعوا للكتاب او الثيوري والموضوع نفسه. احنا النهارده هنتكلم على بارت 1 في ريتينوسكوبي كروس, وطبيعي قبل ما تشوف البرزنتيشن ده لازم تكون مذاكر ريتينوسكوبي. يبقى اللي مش مذاكر ريتينوسكوبي وما عندوش اي فكره عن ريتينوسكوبي ما ينفعش يشوف البرزنتيشن دي, لانه مش قادر يستوعب ايه اللي انا بقوله, خصوصا ان اوبتكس من ضمن الحاجات عامله زي الاستروبيزمس كده, لازم ابتدي بالترتيب. يعني لازم مثلا اذا كنت بتذاكر من الرفاعي, على ايامنا كنا بنذاكر من الرفاعي, لازم تاخد الفيزيكال اوبتكس والجيومتريك اوبتكس, لازم تمشي بالترتيب لان كل الكلام مترتب على بعض. على سبيل المثال اللي هيكمل معايا البرزنتيشن هيلاقي ان انا الموضوع ليه علاقه مش بس بالريتينوسكوبي, ده ليه علاقه بالريفراكشن بتاع اللينسز, ليه علاقه بالايرورز اوف ريفراكشن. فلازم تكون عارف المواضيع دي كلها, ما ينفعش تدخل على المسائل من غير ما يكون عندك باك جراوند على الاوبتكس بصفه عامه وعلى الريتينوسكوبي بالاخص. الفيديو ده كنا عاملينه من فتره كبيره جدا في القسم, التكنيك نفسه اسمه ريتينوسكوبي أو سكايوسكوبي, أما الجهاز نفسه اسمه ريتينوسكوب أو سكايوسكوب. نسيت أقول لكم حاجة هنا في السلايد دي, أنا كاتبة هنا جنب الريتينوسكوبي سكايوسكوبي. سكايوسكوبي ده الاسم الأصح, لأن ريتينوسكوبي صحيح إحنا بنشوف الريد ريفلكس اللي هو ريفلكتد من الريتنا, يعني ده طبعا بنسميه ساعات ريتن ريفلكس, لكن ساعات الاسم ده ريتينوسكوبي بيبقى كونفيوزنج شويه, ان انت ممكن تفتكر ان انت بتشوف بالريتنا, يعني زي الفندس زي فندوسكوبي. لا, فالاسم الاشيك والادق شويه سكايوسكوبي, لان كلمه سكايا يعني شادو, ان احنا بنشوف اللايت ورا الشادو في الموفمنت بتاعته. هنا الدكتور محمد قاعد قدام الفولنتير على بعد يعني هنقول مثلا متر هنا, وبيتشيك اللي هو طبعا مش هشرح الريتينوسكوبي ولا ازاي التكنيك, بس بعمل كويك ريفيو كده عشان يعني ريفرشمنت ليكم. احنا طبعا بيبقى في حاجه اسمها ستريك, فالستريك على الحيطه هنا بيجربوا على الحيطه هناك كده كان فيرتيكال. طبعا هو في حاجه اسمها ادجستمنت للويدث بتاع الستريك, الناس اللي مذاكره هتكون عارفه الكلام ده, عشان نعمل حاجه اسمها الكلينو افكت.
وهنا بيوضح لكم ان الستريك ده بيروتيت، لان ساعات بيخليه فيرتيكال، ساعات بيخليه هوريزونتال، ساعات بيبقى اوبليك. هو دلوقتي الستريك قدامك فيرتيكال او قدامكم فيرتيكال، هو الدكتور يمكن الحركه بتاعت ايديه مش هتبقى واضحه شويه، بس هو بيتحرك هوريزونتالي. فمهم قوي المعلومه دي، ولما يبقى الستريك هوريزونتال بتحرك على الفيرتيكال ميريديان. ودي اللي انا جايبه الفيديو عشان الموضوع ده، ان الستريك اورينتيشن بتبقى عكس الميريديان تيستد. يعني لما انا يبقى الستريك هوريزونتال انا بتست الريفراكتيف باور بتاع الفيرتيكال ميريديان، لان الموفمنت فيرتيكال. ولما يبقى الستريك فيرتيكال انا بتحرك هوريزونتالي، فانا بتست الريفراكتيف باور بتاع الهوريزونتال ميريديان. ده برضو ديمونستريشن ديمو بسيط قوي على ان طبعا لما بتعمل الموفمنت في كل ميريديان، البرنسيبال ميريديان او الفيرتيكال هوريزونتال ميريديان، يعني على سبيل المثال الستريك هنا قدامنا ايه vertical، لكن انا بتحرك horizontal، يبقى انا هنا بتشيك الهوريزونتال ميريديان. الموفمنت هنا بيبقى فيه الباند، لان الستريك ريتنسكوب بيطلع باند اوف اللايت، بيبقى فيه باند في البيبيلاري اريا وفي باند اوتسايد. هنا لما اتحرك يمين بيجي يمين، لما اتحرك يمين شمال الضوء بيجي شمال، يبقى دي اسمها موفمنت ويز، او بيسموها ويز موشن. اللي بيذاكر من امريكا اكاديمي هيعرف اسمها ويز موشن، في بعض الكتب بيسموها ويز موفمنت، موفمنت موشن وات ايفر. هنا مثال، لما انا اجيب اللايت الناحيه دي الضوء بيروح الناحيه الثانيه مع الشادو، يبقى هنا ده اسمها اجينست موشن او اجينست موفمنت. وساعات اجي اعمل موفمنت الاقي البيبل فول اوف لايت، مليان، بسميها نيوترال ريفلكس. نيوترال ريفلكس في ويب سايتس كده عشان لازم تكون ذكي منها، الريتنسكوب والريتنوسكوبي. في حاجه اسمها تيم روت بيعمل فيديوهات ظريفه جدا، وده الموقع بتاعه اللي هي تيم روت، وفيديوهاته برده موجوده على اليوتيوب افيلابل. وطبعا استاذنا الكبير بروفيسور عادل عبد الشفيق عامل يعني اكثر من رائع فيديوهات طبعا على الريتنوسكوبي زي اسلوب الرفاعي، يعني بالتفصيل اللي يمكن تيم رود بيقول الكلينيكال براكتس او البراكتيكال بوينتس، لكن الدكتور عادل عبد الشفيق كاتب بقى ايه الثيوريتيكال كمان عشان الاكزامز. السورسز دي قديمه، لكن ممكن تلاقوا دلوقتي اللي يعمل سيرش هيلاقي حاجات اكتر، لو في ناس اللي بتحب تشوف كمان الحاجات اللي على النت بالاضافه للريفرنسز اللي انتوا بتذاكروا منها. بالنسبه للدكتوراه في محاضرات ديفيد هانتر، ودي يعني ادفانس شويه، ممكن يعني تقدر يعني تسمعها هي فري على الاونلاين. وفي حاجه اسمها سيميليتور ريتنوسكوبي، اللي حاب يجرب لما يحط مثلا، لما يلاقي مومنت ويز زي ما انتم عارفين بيبقى ده مثلا معناه هايبر متروبيا، يحط بلس لينز ويشوف ازاي ان الستريك بيحصل له برودن لحد ما نوصل لنيوتراليتي. في حاجه اسمها ريتنوسكوبي سيميليتور ممكن تدخلوا عليه. نخلي بالنا اللي بيحب يدخل على اونلاين ويجيب ريفرنسز من الاونلاين، نخلي بالنا ان في ساعات ريفرنسز خاصه بالاوبتومتريست. الاوبتومتريست بيبقى افضل مننا، او يعني او بيذاكروا بطريقه ادق يعني بتفاصيل اكتر. يعني لو لقيت على اليوتيوب فيديو كده في اي موضوع عندك في الاوبتكس، ولقيت مثلا ساعتين او اكتر من ساعتين، لانه بياخدوا تفاصيل ومعادلات وحاجات كتير. حتى احنا يعني لما بنجيب الام سي كيو في الامتحان بنحاول نختار ام سي كيو من كتب اوفثالمولوجيست، لان احنا جبنا ام سي كيو من كتب اوبتومتريست بتبقى صعبه، وفي حاجات مش علينا وما خدناهاش ومش مطالبين بيها. خلي بالك ايه من ريفرنس يبقى اوفثالمولوجيست. لو انت في حاجه بقى عايز تعرفها بالتفصيل الممله، ممكن تلاقي ريفرنس حلوه في الاوبتومتريست. الكلين كتب طبعا من الكتب المعشورة في الأوبتكس والأمريكان أكاديمي، بإضافة للمذكرات والرفاعي والحاجات اللي انتوا عندكم. كل ده كان جاست انترو بسيط. هندخل بقى في المسألة اللي هو الباوربوينت النهاردة يعني بيتكلم عنها. الامسكيو لما يكون في مسألة دي معناها انها تاخد وقت منك شوية أكتر من الامسكيو العادية اللي بتست يعني other information. يعني مبدئيا ده كروس، تمام، ده اسمه ريتنوسكوبي كروس. هنا مكتوب ونراعي دايما ان اي رقم عندنا في الاوبتكس او اي رقم في الميديسين لازم تكون الرقم ده ليه ساين، يعني هل بوزيتيف ولا نيجاتيف، والنوتيشن بتاعته طبعا دي بالدايوبتر، يعني مش كاتبه بس دي دايوبتر. النهارده هنتكلم على اللي هي لما يبقى الكروس الرقمين، عشان بس التسهيل نبتدي من الحاجه السهله ايزي، بعد كده ندخل على يعني الديفيكولتي تزيد مع الوقت، وبعد كده هتلاقي اخر باوربوينت هعملها ريتنوسكوبي ادفانسد ليفل. فهنا هنبتدي حاجة بسيطة، ان الرقمين زي بعض، يعني هنا بلس 4 وده بلس 4. هنا بقى في انفورميشن او بيسموها كده معطيات، ان بيقول لك ان الريفراكشن ده انا عاملاه اندر اتروبين، يبقى انا العيان ده موسعاه باتروبين. طبعا ده كلام يعني ما بقاش دلوقتي يعني مش براكتس، بس يعني نبتدي بكده كلاسيك تيتشنج كده من الحاجة الايه اللي احنا متعودين في الكتب تبقى مكتوبة، ان العيان ده حاطط اتروبين، وان الريتنوسكوبي ده
يعني الأرقام دي بيقول لك الأرقام دي أنا جبتها في واحد أدلت ومحطوط له أتروبي، وإن عمل الريتنوسكوبي على working distance WD هنا معناها working distance 1 meter. وده باور كروس. طيب ماشي، احنا عارفين الباور كروس مش هيفيدنا اول النهارده في موضوع الباور كروس لان الرقمين زي بعض. والدكتور بيقول لك رايت داون اللي هو النضاره للعين دي، طبعا دي عين واحده، النضاره بتبقى عينتين، بس هنشوف ايه النضاره هتبقى ازاي بتاعته. خلي بالك في قاعده عامه كده، ان لما بيكون في معطيات زي ما تعودتوا كده في ثانوي والثانويه العامه، لما يكون في معطيات يبقى لازم انا استخدم ايه المعطيات. بس في البوست جرادويت لا، ساعات بتبقى في معطيات محطوطه عشان تلخبطك مش اكتر، يعني عشان تعمل لخبطه، خصوصا بعد كده الناس اللي هتذاكر ميديسن ممكن يجي لك بروبلم، يعني بروبلم مثلا حاله ويديك فيها معطيات كتيره قوي، مش شرط كل المعطيات تستخدمها، يعني بيبقى حاطط معطيات عشان يلخبطك او حاطط معطيات عشان يزود ديفرنشال دايجنوس. الارقام ده هي بنسميها raw numbers. يعني ايه raw numbers؟ او بنسميها gross retinoscope، يعني الارقام دي ارقام خام لسه هيحصل لها correction. ادام هو بيقول لك ان الارقام دي متاخده under atropine وعلى working distance 1 meter. انا كاتبه تحت هنا ان الساين لازم تكتب الساين بلس، عشان بعد كده بنرسم نكتب النضاره لازم نكتب هي النضاره بالبلس ولا بالماينس، ولازم نكتب في النضاره برضو اي رقم الدايوبتر. مبدئيا المعطى الاتروبين ده هيعمل موديفيكيشن في الرقم ده، هيغيره. وكذلك الوركينج ديستانس 1 متر دي بما انها على متر هتعمل برضو تغيير في الرقم اللي هو بلس 4 اللي هو سواء في الفيرتيكال ولا في الهوريزون. طبعا الخط الطويل ده الفيرتيكال ميريديان، مش الستريك بتاع الريتنوسكوب ده، معناها ان الفيرتيكال ميريديان وده هوريزونتال ميريديان. الناس اللي بتذاكر طبعا الريتنوسكوب عارفين ان انا وانا بتست الفيرتيكال ميريديان ازاي هتست الفيرتيكال ميريديان، لازم ستريك هوريزونتال كان الموفمنت ويز، ابتديت احط بلس 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 لحد ما لقيت بلس 4 عملت لي نيوتراليزيشن. بعد كده هتست الهوريزونتال ميريديان اللي هو ده الهوريزونتال ميريديان اللي هو معمول بالكروس الهوريزونتال ده، يبقى الستريك بيبقى ايه، بيبقى فيرتيكال وبتحرك هوريزونتالي. وبالصدفه لقيت ان البلس 4 اللي انا كنت حطاها برضو عملت لي نيوتراليزيشن على الهوريزونتال ميريديان. يبقى الرقمين دولت هيحصل فيهم تغيير لان العيان ده معمول ريتنوسكوبي على اتروبين، والطبيعي ان الواحد بيبقى ماشي في حياته مش حاطط اتروبين، وان الوركينج ديستانس معمول على بعد متر. And theoretically مفروض ان الريتنوسكوبي يتعمل at the far point of emetrope، يعني at the optical infinity. دي الاثنين دول بيعملوا ايرورز في النمبر ده، او يعني النمبرز اللي احنا طالعينهم دولت هيحصل لهم موديفيكيشن. So again عشان النقطه دي very fundamental، ان الارقام ده هي هيحصل فيها تغيير. هنشوف واحدة واحدة. أول حاجة في نقطة بسيطة جدا، إن في فكرة إن إحنا بنعمل ريتنوسكوبي ونشوف الموفمنت ويز أو أجينست أو واتيفر، لازم بنحط عدسات لحد ما يبقى يحصل حاجة اسمها نيوتراليتي، يعني ما يبقاش في موفمنت ويز ولا موفمنت أجينست، يبقى تلاقي البيبل كله مليان باللايت. في هذه النقطة إيه اللي بيحصل؟ في هذه النقطة إن أنا هنا ده هنا يعني مبدئيا ببساطة كده، إن أنا لما انا حطيت البلس 4 في المساله بتاعتنا وحصل نيوترال ريفلكس، معنى كده ان انا حولت العيان ده الى مايوبيك ماينر، يعني مايوبيا ايكوالز للوركينج ديستانس اللي هي 1 متر. 1 متر دي تقابل قد ايه مايوبيا؟ يعني 1 يعني مايوب ماينس 1. ايه القصه كلها؟ انا لما انا ماسكه الريتنوسكوب ولقيت عند الكيب هول اللي هو الهول اللي ببص منه على عين البيبل بتاع المريض، ولقيت الريفلكس يعني ديفيوز، معنى كده ان الضوء كله اللي طالع من عين المريض، طبعا عرفنا ان طبعا اللي مذاكر الريتنوسكوب عرف ان الريتنوسكوب بيطلع ضوء بيدخل عين المريض، بعد كده عين المريض الريتنا دي بتبقى منوره بتعتبر كانها اوبجكت بيطلع منها الضوء تاني. فانا هنا لما بوصل نيوتراليتي الضوء اللي بيبقى طالع من عين المريض، معنى بالبلس 4 ان حطيتها وسط نيوتراليتي، معنى كده ان انا واقفه عند الفار بوينت بتاعه المريض اللي هو تحول لمايوبيا ماينس 1 اللي هي ايكوال للوركينج ديستانس. يبقى هنا شايفين الرسمه دي، لان ساعات بيبقى يعني لو بيجي امتحان صعب او ضمن الاسئله ارسم لي الاوبتيكال برينسيبل بتاع البوينت اوف ريفرزل. البوينت اوف ريفرزل المكتوبه هنا المكتوب بيها البوينت اوف نيوتراليتي، ان الضوء اللي بيبقى طالع من عيان بيتجمع عند الفار بوينت بتاعته، لان انتوا عارفين المايوب الفار بوينت بتاعته بتبقى قدام عينيه، فبتتجمع هنا اللي هي لما انا بوصل نيوتراليتي، معنى كده ان انا حولت المريض الى مايوبيا ايكوالز للوركينج ديستانس.
هنخلي بالنا من السبيكو اللي دايما بقوله اللي هو المايوبيا ايكوالز اللي الوركينج ديستانس، المقصود بيها هنا الدايوبتريك فاليو، لان في فرق بين لما اقول ايكوالز اللي الوركينج ديستانس بين ان اقول الدايوبتريك فاليو. فالكلمه الصح ان هي ايكوالز اللي الدايوبتريك فاليو، يعني لو على بعد متر يبقى الدايوبتريك فاليو 1 دايوبتر، لو بعد 50 سم يبقى الدايوبتريك فاليو 2 دايوبترز. فبما ان في المساله بتاعتنا بالبلس 4 على بعد متر بقى حصل نيوتراليتي، معنى كده ان البلس 4 دي حولت المريض اللي هو اندر اتروبين الى مايوب ماينس 1، وانا البيب هول بتاع الريتنوسكوب واقف على بعد متر، ده واقف عند الفار بوينت اللي هي اتجمعت على بعد متر. نبقى اجين البلس 4 اللي عملت لي نيوتراليتي وانا بعمل ريتنوسكوب المريض على بعد متر، معنى كده ان البلس 4 دي حولته لمايوب ماينس 1 وانا قاعده عند الفار بوينت بتاعته اللي هي على بعد متر. هل انا لما بعمل نظاره للمريض بيبقى عايزاه يبقى مايوب ولا عايزاه يبقى ايميتروب؟ يبقى انا لو المايوب بيتصلح بمين؟ بماينس لينس. يبقى لما انا البلس 4 حولت لي المريض لماينس 1 مايوب، يبقى العيان ده محتاج كمان ماينس 1 فوق البلس 4 عشان يبقى ايميتروب، لان المايوب بيتصلح بالماينس. يبقى معنى كده ان البلس 4 دي لما انا اكوركت الفاكتورز ده المفروض هتحول لبلس 3، لان البلس 4 خلولت المايوب ماينس 1، يبقى البلس 4 كتيره، يبقى انا لازم اقللها وتبقى بلس 3. دي اللي هي الفكره ليه احنا لما الكوركشن بتاع الوركينج ديستانس بنطرحه من الرقم الجروس الرو نمبر اللي هو عندي. يبقى اذا الوركينج ديستانس 1 متر دهيت الكوركشن بتاعها بنطرح اللي هي الدابتريك باور بتاعت الوركينج ديستانس، بما ان هو يعني على بعد 1 متر يبقى اذا الفاكتور اللي عندنا هيبقى هنسبتراكت 1 يبقى البلس 4 دي هتحول لبلس 3. الفاكتور الثاني العيان ده عامل له ريتنوسكوب وهو اندر اتروبين. طيب اتفقنا ان بلس 3 الحمد لله صلحناها بعد ما كانت بلس 4 وحولت العيان لايميتروب، بس خلي بالك البلس 3 دي حولت العيان لايميتروب وهو اندر سايكوبليجيا اندر اتروبين. طب لما يرجع له بقى يحصل يعني ريفرسال افكت بتاع الاتروبين ويروح السايكوبليجيك افكت، الاكوموديشن اللي عنده الاكوموديشن زي ما انتم عارفين بتزود الريفراكتيف باور بتاعت الايه العين، يبقى بلس 3 ده هي مع الاكوموديشن لما يرجع هيتحول العيان لمايوب، لان بلس 3 كانت جايب الصوره على الريتنا وهو بارالايزد الاكوموديشن. طب لما يرجع الاكوموديشن هتزود الريفراكتيف باور، فاكيد ان ايه ان هتتجمع الريز قدام الريتنا هيبقى مايوب. هنا كلمه ريفرسال اوف التون اوف سيلري ماسل ادق او اصح من ان اقول ريفرسال اوف الاكوموديشن. هو طبيعي الاتروبين او اي سايكوبليجيك بارالايز الاكوموديشن، بس هنا ان ذا كونتكست اوف ريتنوسكوبي بنقول ريفرسال اوف التون اوف سيلري ماسل، لان الطبيعي ان انا لما بادي نظاره للبيشنت المفروض ان انا بحوله لايميتروب ويبقى الاكوموديشن ريلاكس. فتاثير الاتروبين ده بيقول لك بيقابلها 1 دايوبتر، يعني ايه؟ يعني العيان ده بعد ما يرجع الاكوموديشن هيبقى مايوب ماينس 1، يبقى المفروض البلس 3 دي تبقى ايه؟ بلس 2. عشان كده بنقول ان لما يبقى تجي لك الارقام كده وفي المعطيات اللي هو اندر اتروبين والوركينج ديستانس 1 متر، يبقى اذا هنسبتراكت 2 من الرقم الفوقاني ومن الرقم التحت اللي هو الفيرتيكال والهوريزونتال ميريدين. في ناس بعض الكتب بتقول لك سبتراكت 2، انا بحب عشان بس بتحصل لخبطه لما بتكون الكروس بالماينس، ساعات انا بحب اشرح اقول اد ماينس 2. ليه بقول اد ماينس 2؟ عشان يعني كانها في صوره كده لحن او موسيقى، اد ماينس 2 يعني كده تحس ان انت عشان ما تنساش الاشاره بتاعت الاثنين ماينس 2، لان اللي بيقول سبتراكت 2 ممكن يعني 2 هنا ما عليهاش قدامها الساين، فرغم ان سبتراكت معناها طرح، بس يعني وات ايفر انت بتحب تحفظوها ازاي، بس ان الرقم الارقام دهيت التغيير بقى اللي هيحصل فيها ان هنسبتراكت 2 او هنضيف ماينس 2 هتبقى البلس 4 بقت بلس 2 والبلس 4 هتبقى بلس 2. ودايما وانت بتحل يعني سواء في الشفه او في النظر اشطب على الرقمين دولت، عشان ساعات انت بتحل مساله صح وتيجي بعد كده تختار الاجابه الصح او تحل في الاخر بيحصل نوع يعني بنسميها كده ممكن تبقى كونفيوز، تروح رقم واخد الرقم تاني 4 تاني، فانت اشطب عليه عشان نقول خلاص ان الرقم ده مش هو اللي تبعنا، مش لازمنا احنا ناخد الرقمين دولت اللي هما بلس 2 وبلس 2. يبقى احنا الاتروبين تاثيره
والكوركشن بتاعه والوركينج ديستانس لما تكون متر بتقابلها واحد دايوبتر والاتروبي بيقابل واحد دايوبتر بس دول بالماينس يعني هنطرحهم من الرقم اللي جاي. نيجي نرسم نكتب النضاره على طول لما تيجي تكتب النضاره طبعا هنا النهارده الرقمين في الفيرتيكال هورزونتال ميديم واحد ف ما فيش ده سفيريكال يعني هيبقى بنتكلم على سفيريكال يعني السفيريكال يعني ايه يعني هيتصلح بسفيريكال لينز اللي هي بتشتغل ايكوالي الباور بتاعتها ايكوال في الفيرتيكال هورزونتال. لكن انت لما تكتب نظاره اللي عارف طبعا نظاره لازم نكتب ثلاث خانات دولت اللي هو سفير ولو في سلندر طبعا هناخدها في النكست فيديو ان شاء الله لازم يبقى في حاجه اسمها اكسس. طيب العيان ده اصبح ان الفيرتيكال ميريديان هايبر مترو بلس 2 والهوريزونتال ميريديان هايبر مترو بلس 2 يبقى النضاره بتاعته كده لان السفيريكال لينس بلس 2 بتصلح الايه بتبقى ليها يعني نفس الباور هي بلس 2 بتصلح الفيرتيكال والهوريزونتال. يبقى العيان ده الخلاصه جدا ان الدكتور لما اشتغل كده واشتغل كده يعني عمل تشيكينج للفيرتيكال هوريزونتال ميريديان كانت موفمنت ويز واداني رقمين الرقمين دول بالصدفه طلعوا هما واحد تمام يعني عن سفيريكال ايرور. ولما عملت كوركشن للتو نمبرز بالوركينج ديستانس والاتروبين بقى بلس 2 وبلس 2 يبقى ده هايبر متروبيك كيس اوف هايبر متروبيا. دي مساله تانية رغم ان في اول مره كانت حاسه ان هي نفس المساله لا مساله تانية بس هنا بيقول لك ايه خلي بالك انا هنا ما فيش كلمه اتروبين يعني في طبعا هنلاقي ان في البراكتس هتلاقي ان الناس بتعمل ريتنوسكوبي من غير ما يتوسع المريض يعني في الادلت من غير ما نمسع المريض يعني ممكن بالسمول بيبل يخلي العيان تبقى اوضه ضلمه ويبص لبعيد وكده بحيث يبقى البيبل دايليتد فيسيولوجيكالي وبعد كده بيعمل ريتنوسكوبي. فالدكتور ده عمل ريتنوسكوبي وطلع نفس الرقمين بس مش اندر اتروبين ولكن وركينج ديستانس 1 متر. يبقى اذا التغيير اللي هيحصل في الرقم هيبقى بس بتاع الوركينج ديستانس. يبقى هنعمل هنا ايه عمل سبتراكت الواحد الثانيه كان عملت سبتراكت الاثنين لان كان في اتروبين لكن هنا الوركينج ديستانس 1 متر الكوركشن بتاعها بماينس 1 يبقى هنا هتبقى بلس 4 هتتحول لبلس 3 وطبعا هنا ذا سيم وتبقى النضاره بتاعته ديت. نحاول دلوقتي احنا نحاول نوعا ما نقرب شويه من البراكتس لان في البراكتس دلوقتي ادم لو هعمل ريتنوسكوبي بالادلت مش بديله سايكوبلاجيك بنعمله هو بيسموها دراي ريتنوسكوبي. دراي ريتنوسكوبي يعني من غير اي دروبس. رجعنا تاني للاتروبين حاله تانيه بنعمل لها ريتنوسكوبي اندر اتروبين ايه ده بس الوركينج ديستانس هنا غيرتناها بقت 50 سنتيمتر يعني الدكتور هنا مقرب شويه من المريض. ال 50 سنتيمتر دي معنى كده ايه؟ معنى كده ان نيوتراليتي يعني بلس 4 عمل نيوتراليتي وانا قاعده عند الفار بوينت يبقى معنى كده ان انا قاعده عند الفار بوينت. الفار بوينت مين المريض ان الفار بوينت بتاعته تبقى 50 سنتيمتر يبقى هنعيد مره ثانيه يعني معنى كده ان بلس 4 لقيت النيوترال ريفلكس وانا بعد 50 سنتي يبقى انا قاعده عند الفار بوينت على 50 سنتي. مين الشخص ان الفار بوينت بتاعته على 50 سنتي هو المايوب بماينس 2 يبقى بمعنى اخر الكوركتنج فاكتورز اللي احنا او الدايوبتريك باور اللي هي بتاعه 50 سنتي بتبقى دايما 100 على 50 او بيسموها الريسيبروكال مقلوب ال 50. طبعا لو احنا المقام 50 سنتي يبقى لازم الباست 100 لو انا بتكلم بالمتر يبقى الباست بواحد احنا بالسنتيمتر يبقى 100 على 50 تمام. ولو اللي عارف طبعا اللي مذاكر ايروس اوف فراكشن الشخص اللي يبقى مايوب ماينس 2 بتبقى الفار بوينت بتاعته على 50 سنتي يبقى معنى كده ان البلس 4 دهيت حولت لي المريض الى مايوب ماينس 2 يبقى معنى كده البلس 4 دي كتيره عليه يبقى المفروض اقللها والكوركشن بتاعي ان انا بطرح منها 2 وبما ان هو اندر اتروبين يبقى الاتروبين بتقابلها 1 دايوبتر يبقى ان السبتراكشن هنا كام 3 2 عشان الوركينج ديستانس و1 عشان الاتروبين يبقى هتبقى البلس 4 1 والبلس 4 1 بمعنى كده ان الكوركشن فاكتورز اللي احنا بنقول عليه او السبتراكشن بيختلف على حسب المعطيات على حسب هو اتروبين ولا لا وعلى حسب الوركينج ديستانس وبالتالي النضاره بتاعته هتبقى بلس 1 سفير. ناخد مساله ثانيه يعني شبيهه باللي قبلها ان الورك نس 50 بس مش اتروبين يبقى اذا هنا الكوركشن هيبقى 2 بس يبقى سبتراكشن 2 يبقى هتبقى النضاره بتاعته كده ماشي الحال alright next طيب الحالات كلها انا كتبتها دهيت كلها حالات في النهايه النضاره بتاعتها بلس 2 بلس 3 دي كلها معنى كده ان هو وسفير بس يبقى دي حاله هايبر متروبي. بالمناسبه برضو ايه نديكم كده حاجه بسيطه كدا على الايروز اوف فراكشن. اولا هايبرمتروبيا ليها اسم تاني مين يعني مين بقى اللي شاطر يقول اسم التاني طبعا اللي هيقول طول النظر او لونج سايتدنس
دي ده المصطلح اللي ممكن الدكتور يقوله للمريض طول النظر. فلكن الساينتفك نيم الثاني الهايبرمتروبيا هي هايبروبيا، عشان بس ما حدش يتخض، دي هايبروبيا. ليه بقول الكلمه دي؟ لان في ناس بتتخض يعني يقول لك هايبروبيا، لكن بقولها عشان في حاجه اسمها هايبر، شوف هنا في حاجه اسمها هايبر تروبيا من غير مي او كده، هايبر تروبيا. هايبر تروبيا ده السكوينت اللي هو العين بتطلع لفوق، وفي حاجه اسمها هايبر فوريا وهايبر تروبيا. فما ما حدش يتلخبط بين هايبر متروبيا وبين هايبر تروبيا اللي حاجه في السكوينت اللي هو الحول اللي انت تطلع فوق. كان في واحد مره لخبط في الامتحان، كان امتحان اوبتكس وكان سؤال على هايبر متروبيا، اتكلم على هايبر تروبيا وكان مستغرب قوي بس جاوب يعني هايبر تروبيا. طبعا هنا ما خدش باله على الستريس بتاع الامتحان. طبعا الفيديو ده نازل على الفيسبوك جروب بتاعت الماسترز، فكان من ضمن الاسئله عشان تجوين ذا جروب ومش كل الناس بتجاوبها مش عارفه ليه، اللي هو هاو تو ديفرنشيت بين هايبر متروبيا اند مايوبيا. كان كل اللي بيجاوب جزء من الديفينيشن. انت دلوقتي المفروض في الاوبتكس الهايبر متروبيا والايروز فراكشن لها ديفينيشن، يعني لازم يتقال زي ما هو مكتوب والاوبتيكال برينسيبلز بتاعته تتقال، ولازم تغطي حاجتين، حاجه اسمها الفوكال بوينت كونسبت وحاجه اسمها الفار بوينت كونسبت. يعني ايه الكلام ده؟ ناخد الصوره، كلكم بتجاوبوا ان الاشعه البارالل بتتجمع بهايند ريتنا، تمام؟ هي طبعا ما بتتجمعش بهايند ريتنا، هي العينك منها ايزر ان هي العين شورت، هي شورت اللي هي اسمها اكسيال هايبر متروبيا، او ان العين الدابتريك بارب قليله اللي هي ريفراكتيف هايبر متروبيا. فالاشعه البارالل داخله على العين مش قادره تتجمع، لكن لو احنا مديناها فيرتشوالي هتتجمع بهايند ريت. طبعا كلكم بتجاوبوا الاجابه دي في اللي بتجيلنا، لكن طبعا ما حدش بيقول ان هي الاشعه لازم تبقى العين لازم تبقى عين نون اكوموديتنج، لازم يبقى الاوبجكت ديستنت. يعني في حاجات كده في الديفينيشن اللي بتتقال ده اسمه الفوكال بوينت كونسبت. يعني ايه الفوكال بوينت كونسبت؟ يعني الاشعه البارل اتجمعت مثلا بهايند ريتن، ده اسمه الفوكال بوينت، دي الفوكس هنا ورا. لكن لازم في الديفينيشن نقول حاجه اسمها الفار بوينت كونسبت. يعني ايه الفار بوينت كونسبت؟ اللي هو لو اللي حصل ريفرس، لو احنا عكسنا الاوبتكس وتخيلنا ان الفوفيا فيها اوبجكت منور، الاشعه هتطلع من الريتنا دايفرجنج. في الهايبر متروبيا الاشعه بتطلع من العين دايفرجنت، وبالتالي لو اتجمعت هتتجمع برضو بهايند الريتنا. فالفار بوينت والفوكال بوينت يعني اتنين بهايند الريتنا. ده الديفينيشن ده جايباه من الامريكان اكاديمي واتيفر، هتبقى اكيد اي كتاب انتوا بتذاكروا منه او اي مذكره كانت مكتوب فيها التو كونسبت، الفار بوينت كونسبت والفوكال بوينت. لازم تقول ان العين نون اكوموديت، لازم تقول الاشعه جايه من ديستانت اوبجكت، يبقى في ولازم تقول الديفينيشن كله بالانجليزي. يعني احنا يمكن اتعودنا ان احنا بنشرح المحاضرات وزي ما اتشرحت لنا شويه عربي شويه انجليزي وكده، لكن في وقت الامتحان في الريتن لازم يبقى كله بالانجليزي، ولازم في الاورال او في الفايبا تجاوب كله بالانجليزي، تبقى الجمل كلها متكامله وفول سنتنس. فمثلا هنا كاتب الامريكان اكاديمي the eye doesn't possess enough optical power for its axial lens. يعني ايه بقى؟ طبعا هنا ضرب السببين اللي هو axial والrefractive، يعني الrefractive power مش متماشيه مع الاكسل لينس، يعني مش كافي. يعني لو العين شورت، ما هي ممكن تبقى العين شورت بس الريفراكتيف باور كبيره فتقدر تجيبها على الريتنا، العين شورت والاوبتيكال باور برده مش كافيه مع الشورتنس، او العين مثلا يعني في ضعف في العين، بحيث والاكوموديشن ريلاكس الاوبجكت اللي عند الانفيتي الاشعه جايه منه بارل بتتجمع بهايند الريتنا. وطبعا لما تبقى بهايند الريتنا هتبقى الايمج اللي على الريتنا دي فوكست. ده الحد هنا ده اسمه الفوكال بوينت كونسبت. بعد كده تبع الديفينيشن سيمي كولن، يعني جمله تكمله للجمله وليها علاقه بالجمله اللي قبلها بس مش جمله جديده، تكمله ليها. The far point of the eye is located behind the retina وهي virtual point rather than a real point in space، على عكس المايوب الفار بوينت قدام عيني، اللي هي بيستغل النقطه دي في الريتنوسكوب. This is the quiz time بقى، المفروض احنا شرحنا شويه حاجات، هنبتدي ناخد بقى شويه more examples كلها علاقه بالريتنوسكوبيك كروس وان الرقمين متشابهين، عشان ما نتكلمش النهارده على الاستيغماتيزم ولا اي حاجه. الكروس ده انا كاتبه هنا كده زي ستار في ستار براكتس، يعني ده البراكتيكال، ان واحد ادلت بيتعمل له ريتينوسكوبي. غالبا الريتينوسكوبي في الادلت مش زي ما قلنا مش هيبقى فيه سايكوبليجيا على اسمها دراي ريتينوسكوبي، ودايما بتبقى الوركينج ديسن ارم لينس اللي هي بتبقى حوالي 67 سم. زي ما قلنا عشان نشوف الوركينج ديسن دي هتعمل لي دايبتر قد ايه عشان نطرحها من الرقم اللي عندنا، بنقول 100 على الوركينج ديسن.
اللي هو الارم لينس او الثلاث ارباع اللي هو 100 على 67 يبقى حوالي 1.49 اللي هي تقريبا 1.5 يعني 1.5. يبقى الرقم دولت الاربعه دولت هنطرح منهم 1.5 يبقى 4 طبعا ماينس 1.5 هتبقى 2.5 وهنا هتبقى 2.5 يبقى النضاره بتاعته كده. وده دايما ده اللي بيتعمل في البراكتس دايما الدكتور بيعمل التنسكوبي على الادلت على اللي هو 67 سنتي وبالتالي الارقام اللي بتطلع له في النيوتراليزيشن بيسبتراكت 1.5. ودايما لما بتيجي الامتحانات غالبا بنجيب لكم الديستانس دي عشان فيها 1.5 عشان 1.5 تعمل لخبطه في الجمح والطرح والكلام ده يعني بنحبكم صح. طيب نيجي بعد كده دي برضو في البراكتس بس هنا ايه خلي بالكم هنا الاتروبين ما بقاش حد يستخدم الاتروبين ودلوقتي قالوا ان السايكلوبنتليد as effective as atropine فحتى الكوركشن فاكتور اللي هو 1 دايركتور بتاع اتروبين هيبقى نفس ال 1 دايركتور بتاع سايكلوبنتليد. فلو لقيت المساله سايكلوبنتليد او سايكوبليجيك اي دروبز وات ايفر هتعتبر ان الكوركشن بتاعه واحد يعني هنطرح منه واحد بتاع سايكوبليجيك. ده اكزامبل على مساله ازاي ان احنا بنديك معطيات عشان نلخبطها. الوركينج ديستانس 50 سنتيمتر يعني ساعات في الاطفال انا بحب دايما اشتغل في الاطفال على ببقى قريبه منهم لانه بيكونوا نايمين يعني ناتشورال سليب او مديهم سيديشن المهم يعني ببقى 50 سنتيمتر. وهنا كاتب لك نوت بوينت. نوت بوينت دي معناها مهمه قوي يعني نوت بوينت دي غالبا مش عشان اللخبطه دي عشان تشيل اللخبطه ان شاء الله. فبيقول لك ان الطفل ده a 4 year old kid وخلي بالك ان a 4 year old مش a 4 years تمام years دي لا لان a 4 year old ده adjective صفه للكيد او للتشايلد وبالتالي الصفه ما بتتجمعش. so a 4 year old kid with esotropia يعني بيقول لك ان خلي بالك ان عيان ان احنا طب احنا مش سايكوبليجي في الادلت لكن بنعملها في الاطفال mandatory. فخلي بالك الطفل ده esotropia يعني عينيه داخل لجوه يعني مان عين في convergent squint. وفي قاعده بسيطه جدا الناس الام دي عارفين الكلام ده ان لما يكون في ايزوتروبيا وتلاقي في بلس خصوصا لما يكون بلس محترم تمام بنديله نظاره اسمها سايكوبليجيك ريفراكشن يعني نديله نظاره السايكوبليجيك ريفراكشن يعني ايه يعني بلس 4 دهيت هنصلح بس الوركينج ديستانس وهنسيب السايكوبليجيك افكت. وبالتالي عشان الوركينج ديستانس 50 سنتيمتر اللي هي بتقابل مايوبيا ماينس 2 يبقى انا هعمل سبتراكشن 2 من الاربعة هتبقى 2 و2. اما مش هطرح كمان الواحد بتاع السايكوبليجيك لان انا الطفل ده انا هديله سايكوبليجيك ريفراكشن هديله سايكوبليجيك ريفراكشن يبقى النضاره بتاعته انا عملت بس كوركشن للورك ديس لان انا من قصده اسيب تاثير السايكوبليجيك افكت لان العيان ده بعد كده هتعرفوا ان انا في الايسوتروبيا الجايد لاينز يعني ان احنا نديله سايكوبليجيك ريفراكشن. اوكي هنا انا بقى هجيب لكم كم مسائل ما حدش يحس ان هي تكرار لا كل واحده ليها فكره تمام. طيب نعيد تاني بلس 4 بلس 4 ماشي اوكي والوركينج وخلاص مش يعني كل المسائل اللي جايه دهيت ما فيهاش سايكوبليجيك يعني دراي يعني هصلح بس الوركينج ديستانس. طيب ادام هي 1 متر يبقى دي هتبقى بلس 3. ساعات بقى بنعمل حاجه اسمها فولو اب كويشن. يعني ايه فولو اب كويشن؟ يعني نديك مساله وبعد كده بعد ما تجاوبها صح طبعاً ده في الشفوي لو جاوبتها صح يعني بنروح جايبين لك فولو اب كويشن نسالك سؤال اعلى 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 يعني ده تدرج في الاسئله. او حتى في الام سي كيو ساعات بيبقى في ام سي كيو كذا واحده معتمده على مساله اولانيه. هي كل قصه ان العيان ده كان مدي ويز موشن زي ما اتفقنا ان الهايب لان احنا كون ان احنا بنحط بلس 1 بلس 4 وحصل فيه نيوتراليتي يبقى هو من البدايه كان مدي ويز موشن عشان كده انا كاتبه ان هو ويز موشن. وفي النهايه ان نظارته بتاعه النظاره بتاعته طلعت بلس 3. عشان كده اللي بيذاكر النظري هيلاقي ان الويز موشن يعني بيذاكر الكلام بقى نظري هيقول ان هتلاقي مكتوب في الكتاب ان لما في الريتنوسكوب يلاقي ويز موشن ده معناها حاله من ثلاثه. الناس اللي مذاكره الحاله الاولانيه ان هو يكون هايبر متروب وده المثال عليها. خلي بالك ان احنا بنحدد الايرور اوف ريفراكشن من السبيكتكل بريسكريبشن مالناش دعوه بالكروس لان الكروس ده الارقام اللي فيه ارقام رو يعني زي ما قلنا لسه خام لسه هيحصل فيها تغيير. نيجي المساله الثانيه العيان ده عمل ويز موشن فالدكتور حط طبعا احنا للناس اللي عم ذكر الريتنوسكوبي هنلاقي ان احنا لما نلاقي ويز موشن ممكن نحط بلس 1 لان الويز لسه في ويز موشن نحط بلس 2 او كده. العيان ده حطيت بلس 1 عمل نيوتراليتي يعني انا من البدايه كده وانا بعمل تشيك للريد ريفلكس او للريتنوسكوبيك ريفلكس لقيت ويز موشن فحطيت بلس 1 عملت ايه نيوتراليزيشن للفيرتيكال جروزنج هصلح الوركينج ديستانس الورك ديستانس على 1 متر يبقى دي هتبقى ايه صفر. يبقى العيان ده طلع في الاخر ايه متروب. ساعات بقى في واحد لما نقول له ايه الريفراكتيف ايرور
ياخد الرقمين دوت بلس واحد وبلس واحد ويقول العين ده هايبر متروب. لا، انت بتعمل كومنت على ريفراكتيف ايرور بعد ما تصلح الكوركشن، بعد ما تشوف الايه تاثير الوركينج ديستانس. فاحنا الوركينج ديستانس واحد، يبقى بلس واحد دي بقت زيرو، لان احنا بنعمل سبتراكشن للوركينج ديستانس الدايركتور بتاعتها. ف واحد هتبقى ماينس واحد تبقى زيرو، وهنا بلس واحد ماينس واحد تبقى زيرو. نرجع تاني للنظري، الحاله الثانيه ان الموفمنت تبقى ويز، ان ممكن يبقى العيان ده امتروب. عشان كده الويز موفمنت ممكن تبقى يعني في الفاينل بريسكريبشن للنظاره، ممكن نلاقي في الاخر انه هايبر متروب، ممكن يبقى في البدايه ويز موفمنت ونلاحظ في الايه في الاخر ان هو بقى امتروب زي المثال ده. ببساطه جدا ان انا لو انا لقيت ويز موفمنت وحصل لها نيوتراليزيشن ايكوال للدايركتريك باور بتاعه الوركينج ديستانس، يبقى العيان في الاخر ده هيبقى امتروب. اللي وقعت منه حاجه يوقف الفيديو ويرجع تاني. ما الاوبتر زي انا متدرب، لو لقيت سلايد او جزء من الفيديو ما انتش فاهمه ما تكملش، يعني ارجع مش تكمل. تمام، يبقى اذا هنا لما الموفمنت تبقى ويز ولقيت النيوتراليزيشنز ايكوال للوركينج ديستانس للدايركتريك باور بتاع الوركينج ديستانس او للكوركشن فاكتور اللي احنا نستخدمه اللي هو 1 متر، دي هتبقى سبتراكشن لواحد، يبقى اذا هتبقى 0 0 بقى متر. ساعات ايه الدكتور هنا عمل ريتنسكوبي لقى موفمنت ايه ويز موفمنت تدل ان هو ايرور صغير، فابتدى يبتدي يستخدم نص، يعني ما حطش بلس واحد من اول مره، حط بلس نص، فلقى البلس نص ده هي عمليه النيوتراليتي. طيب البلس نص والوركينج ديستانس 1، يبقى هنعمل سبتراكشن لمين؟ يبقى هتبقى بلس نص ماينس 1، هتبقى كام؟ ماينس نص. يبقى في النهايه العيان ده ايه؟ طلعت نظاره بتاعته مايوب، رغم ان هو في الريتنوسكوبي في الاول مديني ويز موفمنت او ويز موشن. نرجع تاني للكتاب، هتلاقي عشان كده في الكتاب بيقول لك ايه؟ ان الويز موشن ممكن تبقى هايبرتروب، ممكن تبقى ايمتروب، ممكن يبقى مايوبيا صغيره جدا اللي هي بنسميها ليس ذان الوركينج ديستانس، اللي هي الوركينج ديستانس كانت 1 متر اللي هي تقابل 1 دايوبتر، فممكن تبقى المايوبيا اقل من 1 دايوبتر تدي في البدايه ويز موشن. طبعا الكلام ده بالتفصيل هتفهمه، يعني هيبقى سهل جدا لو انتوا قدرتوا تسمعوا محاضرات الدكتور عادل عبد الشفيق. ده يعتبر تطبيق عملي لمحاضرات الدكتور عادل عبد الشفيق في صوره مثال. ايه ده؟ في بقى حاله بقى ان طبعا دي تخض شويه، ان ببساطه جدا انا بعمل ريتنوسكوبي لقيت النيوتراليتي من غير اي لينز في الفيرتيكال والهوريزونتال، ده مش معناه ان هو ايمتروب، لان انا عامله الكلام ده على بعد متر، يبقى لازم احط الكوركشن فاكتورز. يبقى هنا هسبتراكت الدايركتريك اللي مقابل 1 متر اللي هي تبقى ماينس 1 وتبقى ماينس 1، يبقى العين ده مايوب ماينس 1. يبقى لما تلاقي الريفلكس من البدايه نيوترال، ده معنى كده ان العين ده مايوب، يعني انت بالظبط من غير اي علسه لقيت ان الريفلكس بنترا، يبقى انت قاعد عند الفار بوينت بتاعته، يبقى هو مايوب ايكوال الوركينج ديستانس بتاعتك. فبما ان الوركينج ديستانس بتاعتك 1 متر يبقى انت ماينس 1 مايوب. كل المسائل دي ممكن تيجي في صوره يعني جمل ام سي كيو وتبقى ترو اور فولس. نيجي بعد كده المثال اللي انا بعمل ريتنوسكوبي لقيت الموفمنت اجينست، الموفمنت اجينست ملهاش حل، العين ده في الاخر هيبقى مايوب، وهيبقى الارقام ده هتبقى لقيت ان هو برضو الموفمنت اجينست. ببتدي احط بقى طبعا لما بتلاقي الموفمنت اجينست من البدايه بتحط عدسات ماينس، لقيت عند ماينس 2 حصل له نيوتراليزيشن في الفيرتيكال هوريزونتال. الوركينج ديستانس 1 متر يبقى باي سبتراكت ايه 1، يبقى هتبقى الماينس 2 تبقى ماينس 3 في 2، وتبقى النضاره بتاعته كده. الموفمنت اجينست من البدايه كده كجمله انشائيه بنقول ان لما تكون موفمنت اجينست يبقى العين ده اكيد النظارات بتاعته تبقى مايوبيا اكتر من الوركينج ديستانس اللي انا واقفه عندها اللي هي 1 متر. يعني فعلا النظارات بتاعته ماينس 3 اكتر من الوركينج ديستانس اللي هي تقابل ماينس 1 مايوبيا. كل المسائل دهيت بيبقى ليها رسومات، يعني ليها رسومات دايجراماتيك ريبريزنتيشن في شرح الريتنوسكوبي نفسه، ان هو الرسمه بتاعت الريتنوسكوبي لما يكون نيوترال، الرسمه لما يكون عيان مايوب، لما الرسمه لما يكون عيان هايبرمتروب، ليها كل واحده دي رسومات. في حاجه بسيطه جدا، بما ان 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 الارقام اللي بتبقى في الكروس انا بطرح منها، يعني بطرح منها الوركينج ديستانس، تمام، يبقى لو الرقم اصلا من البدايه بالماينس اكيد الرقم النهائي هيبقى نيجاتيف اكتر. يعني بما ان انا يعني دي ماينس 2، لما اطرح لما اقول عليها ماينس 2 ماينس 1 يبقى هتبقى ماينس 3. الرقم هنا لما بيكون بالماينس، بما ان المعادله الكوركشن بتبقى بالطرح، يبقى لو الرقم هنا بالماينس اكيد الرقم ده هيبقى اكتر. لما يكون الارقام بالبلس يبقى اكيد الفاينل نمبرز هتبقى اقل، لان العمليه طرحيه، الفاكتور اللي انا بضيفه عشان اصلح الرقم اللي عندي بنقول عليه اد ماينس،
الworking distance أو الأتروبين أو whatever, أو بنعمل أو بنسميها subtraction زي ما قلنا في طريقتين في الإيه في ما نكبه هنا break, لأن الجزئية اللي جاية عايزة شوية تركيز. اتفقنا إن في البراكتس في الأدلت بالريتنوسكوبي غالبا بنعمل على بعد 67, يبقى إحنا بنعمل subtraction لواحد ونص, الأربعة هتبقى 2.5. طبعا أنا ده بقول 2.5 يعني البلاس 4, نقول نخلي بالنا من الساين, لأن أنت لما تكتب النظارة لازم تكتب الساين جنبها. تمام, وإن كان في الأوبتكس لو الرقم يعني لو الساين ما كتبتش يبقى إذا على طول بتترجم إن هي بوزيتيف, لكن أنتم مطالبين تكتبوا البوزيتيف أو لو كانت نيجاتيف تكتبوا نيجاتيف. مهم قوي الساين, ويا ريت تكتبوا كمان دايوبتر. كل اللينسز بيبقى الوحدة بتاعتها أو النتيشن بتاعها دايوبتر. الدكتور لما يعمل ريتنوسكوبي في الأدلت ما فيش سايكوبليجيا, وبالتالي ما فيش الفاكتور بتاع السايكوبليجيا اللي هيصلحه من الرقم اللي هيجيله من النيتراليتي. مجرد بس الرقم اللي هتعمله نيترالايزيشن هيسبتراكت منها الدابتريك باور اللي تقابل الوركينج ديست. في دكتور يقول لك ايه, انا لسه هطرح, انا عايز الرقم اللي يحصل معايا النيتراليتي يبقى هو الرقم اللي احطه في النظاره. يعني في دكتور يقول لك ايه, انا عمال احط عدسات خلاص حصل نيتراليتي برقم, الرقم ده عايز انزله في كارت النظاره على طول, مش هقعد اطرح. فالدكتور ده بما انه طول الوقت بيعمل على الوركينج ديستنس دي, فبيحط في الترايل فريم من ورا, انتوا عارفين الترايل فريم بقى ليه باك سيل كده يعني فيها خانه كده ورا ممكن يتحط فيها عدسه, فبيحط عدسه كده اسمها كوركشن. يعني ايه؟ يعني تعمل تاثير التصليح اللي هو اللي احنا بنعملها اللي هي الطرح والكلام ده, بحيث ان الرقم اللي يطلع له بالنيترالايزيشن العدسات اللي حاططها اللي عملت له النيترالايزيشن ينزلها على طول في كارت النظاره. في حاجه اسمها الفروبتر ده بدل الترايل فريم وكده بيبقى في كل العدسات اللي تعود عليه بحيث انه اظرف واسرع وكده. لو احنا كبرنا في الجزئيه اللي هنا ديت, في هنا جزئيه لو احنا كبرنا دي كمان هيلاقي ان في حاجه اسمها هنا ار دي فور ستاند فور ريتنوسكوبي. لما انا بجيب الار دي بحركها معينه كده بتروح حاطه قدام العين, تمام, الكوركشن لينز دي, بحيث ان الرقم يعني بروح منزل العدسه دي على قدام عين المريض, وابتدي بقى استخدم اعمل ريتنوسكوبي واحط العدسات بقى عشان اشوف انهي اللي هتعمل لي نيتراليتي, والرقم اللي هيطلع لي هحطه على طول في النظاره. نيجي السؤال بقى المشهور, بما ان الدكاتره كلهم بيعملوا ريتنوسكوبي على بعد 67 سنتي اللي هي تقابلها ماينس 1.5 كوركشن فاكتور, تفتكروا العدسه اللي بنحطها قدام عين المريض دي هتبقى ايه؟ طبعا كلكم هتقولوا 1.5, بس في بعضكم او غالبيتكم هيقول ان العدسه اللي احنا بنحطها دي ماينس 1.5, ودي الاجابه الغلط. تمام, العدسه اللي احنا بنحطها تمام عشان تصلح لنا الوركينج ديستانس واخد الرقم اللي يطلع لي على طول في نيتراليتي هو ده اللي احطه في النظاره, العدسه اللي بتتحط هنا بتبقى اكشولي بلس 1.5. طيب يعني لو حابين نفهمها شويه, تمام, على المساله بتاعتنا اللي هي ناخدها واحده كده. لو احنا مثلا شفنا الفيرتيكال ميريديان قلنا الستريك بيبقى هوريزونتال, ف من غير ما نحط الكوركشن لينز دي اللي احنا قلناها من شويه, انا دلوقتي مش بشتغل بسايكوبليجيا فلكن انا بشتغل على بعد 67 سنتي, ولقيت النيتراليتي حصلت على بلس 4, يعني البلس 4 دي زي ما قلنا حولت العيان لمايوب ايكوال لي الوركينج ديستانس اللي انا شغاله, يبقى ايكوال ليه؟ يبقى حولته الميوبيا بمقدار ماينس 1.5, يبقى اجين البلس 4 دي حولت العيان لميوب ماينس 1.5, يبقى محتاج احط على البلس 4 دي يعني معنى كده ان البلس 4 دي كتيره بتحول المريض ل 1.5, يبقى لازم اللي انا احطها تبقى 2.5 اقل بنفس المقدار 1.5 دي, او يعني عايزين نفهمها بطريقه تانية. انا براجع تاني اللي قلته على فكره قبل كده في اول البرزنتيشن, ان معنى كده ان بلس 4 حولت لميوب ماينس 1.5. طب انا اصلح الميوب ماينس 1.5 ازاي؟ احط له عدسه, لما يكون واحد ميوب ماينس 1.5 احط له عدسه بالماينس 1.5 عشان اصلح الميوب, الميوب اتصلح بالماينس. طيب دلوقتي عندي عدسه اللي هي بلس 4 اللي كانت عملت لي النيوتراليزيشن اللي هي حولتني لميوب ماينس 1.5, وعشان احول عيان لايمتروب بحط له العدسه ماينس 1.5, يبقى حصل جمعهم كام؟ بلس 4 وعدسه كمان ماينس 1.5, يبقى 2.5. تمام, ده اللي انا قلته ايرليير. يعني يبقى ده مثال على دكتور عمل نيوتراليتي وبعد كده عشان يحط النظاره اضطر يطرح 1.5 عشان يديني بلس 2.5. نرجع تاني بقى, لو انا هعمل ريتنوسكوبي وحاطه كوركشن لينس, احنا اتفقنا ان من غير الكوركشن لينس كانت النيتراليتي عند بلس 4, من غير الكوركشن لينس اللي هي ريتنوسكوبي الكوركشن اللي بتكوركت الوركينج ديستانس كانت النيتراليتي عند بلس 4.
طب لو انا كنت حاطه في البكسل بلس واحد ونص، حط في البكسل هنا بلس واحد ونص، احنا العين ده هايبر متروبيا، فلما انا احط له بلس واحد ونص ده، هي يبقى انا كاني صلحت جزء من هايبر متروبيا اللي عنده ولا لا؟ صلحت. يبقى اذا كان هو من غير الكوركشن لينس هيبقى هيحصل له نيتراليتي عند بلس 4، يعني حطيت بلس 1 لسه موفمنت ويز، بلس 2 لسه 1.5، لحد ما حطيت البلس 4 كانت حصل نيتراليتي. طب لو انا كنت حاطه في البكسل بلس 1.5، يبقى اكيد النيتراليتي هتبقى هتحصل قبل بلس 4، لان انا اصلا اوريدي حاطه له بلس 1.5، يعني قللت له الهايبر متروبيا بتاعت عينيه. لو انتوا حسبتوها كده من غير الكوركشن لينس كان بلس 4، وانا لما احط له ولما احط له الباك لينس في الباك لينس اللي هي كوركشن بلس 1.5، يبقى هتلاقي اكيد النيتراليتي هتحصل لي عند 2.5، وده الرقم اللي انا هحطه على طول في النظاره. يبقى اجين من غير الكوركشن لينس اللي هي بتصلح الوركينج ديستانس كان دوت عند بلس 4، يبقى بديهي لما انا احط له كوركشن لينس بلس 1.5 النيتراليتي هتطلع بدري، تمام، لان انا اوريدي صلحت له جزء من هايبر متروبيا بتاعت عينيه، لان هو اصلا من البدايه هايبر متروبيا. اللي يقعد مع نفسه كده ويعمل كروس بالماينس هيلاقي برضو ان او يتخيل يعني ان المهم الخلاص تعرفوا ان الكوركشن لينس اللي بعض الدكاتره بيحطوها عشان ياخدوا الرقم على طول اللي حصل فيه نيتراليتي في النضاره بتبقى بالبلس، تمام، بالبلس وايكوال للوركينج ديستانس. يعني لو انا مثلا متعوده اعمل الريتنوسكوبي على بعد 50 سنتي هحط في الباكسل بتاع ترايل فريم بتاعي بلس 2. اي هوب ان هي تبقى كلير، بس يعني ايه محتاجه شويه ايه تركيز، يعني ممكن تبقى ملخبطه شويه. هبتدي بنهي بقى البرزنتيشن بتاعتي بشويه حاجات كده استادي تيب، ان هو مهم قوي كل مره هقول حاجه استادي تيب وواحد بيذاكر، لان ساعات بتبقى في ناس شاطره قوي بس يعني محتاجه تعرف ايه التيبس معينه في المذاكره. طبعا عارفين كلنا احنا ذاكرنا كتير، بس مهم قوي ان ساعات واحد بيبقى محتاج شويه ادفايس كده. فمهم قوي في الصفه عامه في المذاكره. ليه بقول الكلام ده؟ لان مع الوقت الوقت بيبقى فيه many responsibilities in life، فبالتالي بيبقى الوقت المخصص للمذاكره بيبتدي يقل والتركيز بيبتدي يقل، لان الواحد بيبقى مشغول بكذا حاجه. فلازم تبقى المذاكره الساعه او الساعتين اللي هتذاكرها في اليوم تبقى يعني تبقى تاخد الفول كاباسيتي بتاعتها وتبقى البنفيت بتاعتها maximum as much as possible. فمن ضمن الحاجات اللي تساعد في المذاكره ان تستدي loudly، ما حدش يذاكر من غير صوت، يعني لازم لو دي مش معناه ان الجيران يسمع او اللي جنبك يسمع او كده، لا، استني كانك بتعمل محاضره، كانك بتشرح لواحد قدامك. اهميه الكلام ده ان انت زي ما قلنا بتحرك لسانك وبتسمع كمان المعلومه، فبتستخدم كذا تشانل عشان تثبت المعلومه. تاني حاجه هتفيدك في الفايبا في الاورال، لان ساعات انت لما تكون مذاكر حاجه في سرك وتيجي بقى تنطقها في الامتحان الشفوي تحس ان انت مش حاسس ان في حاجه غلط، لكن لو انت اوريدي متعود ان انت تتكلم لودلي وتجاوب نفسك، واللي بيذاكر ويحط سؤال ويجاوب على نفسه وبعد كده، او الناس اللي بتذاكر في ستادي جروبز ويسالوا بعض اسئله، دول بيبقى دايما البرفورمانس بتاعهم في الشفوي احسن بكتير من اللي بيذاكر لوحده وسايلنتلي. ام سي كيو كده بسيطه، برضو في كل برزنتيشن بقول ام سي كيو، مش شرط تبقى مساله، لان طبعا كفايه عليكم المساله اللي انا قلتها من شويه، لان الام سي كيو بيبقى شويه ليها فن كده. يعني ساعات الام سي كيو ممكن تقدر تحلها صح باي يور بيست باي ايديوكيتد جيس، يعني مش برضو مجرد جيس، لا، انت بيبقى عندك شويه معلومات بس في حلقه لسه يعني بسيطه ناقصه، لكن ممكن تقدر تحل ام سي كيو صح. هنا في حاجه اسمها ذا ستريك روتينسكوب. يعني ايه ستريك روتينسكوب؟ الستريتسكوب اللي احنا شفناه في الفيديو بتاع الدكتور محمد سامي ده اللي بيطلع اللايت في صوت ستريك، لان زمان كان في بوينت سورس يعني السيركولر، وقبل الريتينسكوب كان في حاجه اسمها ريتينسكوب ميرور، ان شاء الله اجيب لكم صورتها. فهنا بيتكلم على الستريك روتينسكوب، فبيقول لك all are true except، وخلي بالك ان من كلمه except ده في ناس ما تاخدش بالها من كلمه except وتختار العكس. فلكن طبعا في الام اس كيو محطوط صح، لازم تبقى except بالبولد وتبقى الاي كابيتال يعني عكس الجرامر، وتبقى underlined عشان تقول لان احنا مش عايزين نلخبط، يعني مش عايزين نخدعك في السؤال، احنا عايزين تاخد بالك من السؤال. فانت يا ريت تاخدوا بالكم من السؤال ان في هنا اكسبت، يعني كله ترو ما عدا واحده هي اللي رونج، يبقى انا عايز تبقى انت كده وانت بتسال السؤال انا عايز الحاجه الرونج. ايه يوز ا ميرور؟ ده يدل على ايه؟ يدل ان انت لازم تكون عارف الكومبوننتس بتاع الريتينسكوب، يعني لازم تكون عارف ان الريتينسكوب فيه مرايه، ان الريتينسكوب فيه لايت سورس، ان الريتينسكوب فيه كونفكس لينز، لازم تكون عارف الكومبوننتس بتاع اي جهاز عندك في الاوبتكس. طبعا هو فيه مرايه طبعا، فدي صح. allows the band outside the pupil to be better visualized. الجمله دي هنعتبر مجاز احنا مش فاهمينها، هنعديها. انا بقول لكم متخيل لكم لو انا زي في الامتحان والجمله مش فاهمها هسيبها في الاخر، بس انا قريتها.
produce a circular source of light. طبعا هنا بقى ده يعني في الاخر ايه ده ايه ده انت هتضحك على هتضحك على الام اس جي في الاخر ايه ده يعني دي برضو واحد يقول لك ايه circular source of light في واحد يقول لك كل الاوبتكس كل الضوء طول عمره سيركولر يعني سيركولر بس هي شكلها غلط تمام او ممكن تكون شكلها صح يعني ممكن تبقى زي الست لام او زي الاوفثالموسكوب اللايت سورس بيبقى سيركولر وبعد كده يدخل في حاجه مثلا حائل مثلا او زي بارير والبارير فيه سليت فيطلع منه ضوء سليت فدي تحتمل رونج او رايت فبرضه نمبر سي مش مطمن لها نمبر دي may result in more accurate estimation of the cylindrical axis than a non-streak retinoscope. طبعا هنا كل في السوق دلوقتي الريتنسكوب اللي هو الستريك يبقى انا كده الستريك احسن من non-streak. طب احسن ليه؟ دي حاجه بديهيه ان الستريك ده في الاستجماتيزم بتلاقي حاجه اسمها بريك فينومينا وبتعرف الاكسس بتاع السلندر كويس الاستجماتيزم كويس واضح ان دي صح يبقى اذا هنا A ودي صح طب نرجع تاني ل B و C طبعا هنا اللي شاف اللي عمل ريتنسكوب او حتى شاف الفيديوهات اللي انا وريتها له هيعرف ان بيبقى في باند جوه البيبل انا قلتها حتى في اول البريزنتيشن في باند جوه البيبل وفي باند فوق تمام بره البيبل يبقى فعلا في باند فوق وبره البيبل وفي باند وبيتر فيجوالايز لان هو 63 يبقى دي صح ودي صح يبقى ايه نمبر سي هي ودي اللي بقول عليكم ان ممكن ام سي كيو تحلها باي اكسكلوجن انا حسيت ان الباقيين كلهم صح ودي الغلط بس انا مش متاكد منها بس هي ايه قدام الباقيين صح يبقى دي الغلط طيب انا قدرت احل الام سي كيو ده باي اكسكلوجن ان هي برودوس ا سيركولار سورس وده غلط عايز اقول لكم بقى المعلومه دي برودوس ا سيركولار سورس اوف لايت هي اصلا الـ ممكن دي حاجه يعني هايفه جدا ان الستريك ريتوسكوب بيبرودوس ا ستريك تمام لايت ماشي بس هنا مش بيقولك ان هو هنا في حاجه لخبطه شويه ان بيقولك ان السورس اوف لايت سيركولر هو اكشوالي اللي مذاكر اوفثالموس الريتنسكوب سوري اللي مذاكر الريتنسكوب هيلاقي ان السورس اوف لايت فيلمنت يعني ستريك اصلا يعني السورس اوف لايت جوه الريتنسكوب بيبقى في صوره فيلمنت يعني في صوره ستريك واللايت طبعا بيبقى طالع ستريك فهو بيبروديوس ستريك واللايت سورس نفسه مش سيركولر بيبقى حاجه اسمها فيلمنت فالاجابه الصح اللي هي سي هي الرونج يعني الاجابه الصح في الاختيارات هي سي لان دي الرونج اخر حاجه في البرزنتيشن ده هي طبعا ده وهي معتمد على الام سي كيو ده عالم ما فيش مشكله ان الواحد يشوف يعرف العلماء اللي عند لهم دور كتير في البراكتس بتاعنا يعني فده ده كوبلاند اللي هو الفازر اللي عمل الستريك ريتنس وليه محاضرات كتيره ان هو كان بيدرب الناس عشان تتعلم الستريك ريتنس thank you يا جماعة وإن شاء الله يعني I hope إن you understood everything وزي ما قلنا حاولوا تركزوا لأن الريتنسكوبي كروس دهيت هي أبسط مسألة ممكن تيجي لكم في الأوبتكس والبرزنتيشن دهيت حاولوا تفهموها اللي مش فاهمها يشوفها كذا مرة أو يشوفها من أي سورس تاني يشرحها بطريقة أفضل لأن بعد كده البرزنتيشن الجاية معتمدة يعني معتمدة إن أنت تكون فاهمين خلاص ده يعني ده يعتبر الفاونديشن اللي بعدها تبقى اصعب لان فيها استجماتيزم لازم تكونوا عارفين فكره ان في رو نمبرز ولازم نعمل كوركشن ونعمل سبتراكشن للدابتريك بار بتاع الوركينج ديستانس ليتر اون مش هنجيب سيرس سايكوبليشيا هيبقى كل الكوركشن فاكتور هيبقى على الوركينج ديستانس بس هي كل القصه ان احنا هندخل الاستجماتيزم معانا وبالتوفيق ان شاء الله وسي يو نيكست فيديو ان شاء الله مع السلامه